بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. على تختم السورة الكريمة بخطاب مولانا للنفس المطمئنة: راضية مرضية، اللي ساتيسفاد، اللي أجري صديق قبلها الله برضا. فادخلي في عبادي أن تجر مي فري سيرفيتور، وادخل جنتي et sois parmi les hôtes de mon paradis. هذا خير. هل تجد بآداب يسوء آداب عبر التاريخ؟ قالوا الآداب العربية والآداب الإسلامية بين ظفرين، وقتل الآداب الإسلامية فيها تمجيد أعداء الإسلام وأعداء البشرية. قال كآداب يمجد كلاب بني أمية وبني العباس وغيرهم وغيرهم. بني أمية كانت كما قلنا إجرام كان كبير، ولكن بني العباس كانوا غالطين في قيمتهم، حتى رجعوا أرواحهم إلى عم نبينا عليه السلام العباس رضي الله عنه. فأنا ربما بالاعتماد على النسب وأنفسهم للعباس رضي الله عنه، فزادوا في الباس، فأساءوا إلى البيت، ربما أكثر البيت عليهم رضوان أكثر مما أساء الذين سبقوهم بغير رشاد وبغير تقدير لآل البيت المطهرين من العباد. والسلام على الرسل الكرام.